السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم على حقيقة إن في 4 أجهزة في منزلك بيرفعوا فاتورة الكهرباء، وهم اللي بيتسببوا إن فاتورة الكهرباء تجيلك غالية جدا. من كام يوم تحديدا، في يوم 23 الشهر ده، من شهر ديسمبر 2020، نزلت شركة الكهرباء على كل المنصات بتاعة الجرائد الإلكترونية ومن ضمنهم أخبارك منشور بعنوان 4 أجهزة في منزلك ترفع فاتورة الكهرباء، أبرزها شاحن الموبايل. طبعا ده عمل ضجة والناس ابتدت تتكلم عنه، والناس ابتدت كتير تقول ان هو هبد، وناس كتير ابتدت تقول ان هو فعلا هو ده اللي بيرفع لنا فواتير الكهرباء. فاحنا النهارده جايين نتكلم على حقيقه الموضوع ده. فقبل ما نبدا الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك في القناه، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. رجعت لكم مره تانية، ودلوقتي بقى هنتكلم على حقيقه الموضوع ده. انا فاتح قدامي الخبر وفاتح التفاصيل بتاعته، وحبيت ان انا افنطه معاكم. هم 4 أجهزة بيقول لك ان هم دول اللي هم اللي بيستهلكوا فاتوره الكهرباء بتاعتك. تعال ناخد الموضوع واحده واحده. اول حاجه بيقول لك شاحن الموبايل. طبعا شاحن الموبايل هل هو بيستهلك كهرباء ولا لا؟ طبعا الكلام اللي هم بيذكروه وزاره الكهرباء ان شاحن الموبايل ده بيستهلك كهرباء كتير جدا، حتى وانت شايل الموبايل منه. يعني لو انت حاطط الشاحن في الفيشه ومش حاطط فيه موبايل خالص، هو بيستهلك كهرباء. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده للاسف غلط. ليه؟ لان الشاحن بتاع الموبايل دون ادخن شاحن من الشواحن، بيبقى استهلاكه مثلا اللي هو الشاحن بتاع شاومي لسه تقريبا ما نزلش مصر دون اللي هو 30 واط ده، تمام؟ 30 واط ده رقم مش كبير، مش رقم ضخم، تمام؟ وهل انت فعلا لما بتبقى حاطط الشاحن في الكهرباء من غير ما تحط فيه التليفون بيستهلك كهرباء؟ لا، هو ما بيستهلكش كهرباء خالص. هو كل اللي بيحصل ان انت الشاحن بيبقى في وضع الستاند باي او وضع الاستعداد، مستني ان انت تحط فيه تليفون عشان الدايره تتقفل ويبدا ينقله التيار. لكن في الوضع الطبيعي طالما انت مش حاطط فيه اي حاجه، بيبدا التيار يبدا يحصل له ممانعه لان الدايره مقفوله، تمام؟ طيب الممانعه دي بينتج عنها حراره، هي الحراره دي هي المشكله، لكنها مش هتتسبب في ان هي ترفع لك الكهرباء بتاعتك. حسب دراسة اتعملت بره، بيقول لك ان سنويا الشاحن بتاعك ده لو انت حاطه في كهرباء في السنة يستهلك منك 1.5 كيلو وات سنويا، تمام؟ يعني تقريبا 125 وات في الشهر. طبعا ده مش رقم مقارنة بالحاجات اللي هي فعلا بتيجي في الفواتير بتاعت الكهرباء لينا، تمام؟ طيب يبقى ايه مشكله الشاحن؟ يعني هم اي نعم، يعني ايه قايلين الكلام بشكل كده ان هو ده اللي بيرفع لك فاتوره الكهرباء، ولكن هو سيبانك للشاحن في الفيشه ده ليه عائد تاني، يعني هيسبب لك مشكله في المستقبل، هو ان الشاحن هيبوظ. لان انت طول ما انت حاطط الشاحن في الكهرباء، الشاحن عمال بيسخن، الحراره بتاثر بالسلب على الاجهزه الالكترونيه، تمام؟ فطبعا انت كل لما هتسيب الشاحن في الكهرباء هتلاقي الشاحن بتاعك بيسخن حتى لو انت مش حاطط فيه الموبايل. لكن هل هو بيعمل استهلاك؟ لا، هو الاستهلاك اللي بيعمله استهلاك ضئيل جدا، يعني بيقول لك سنويا يعمل 1.5 كيلو وات. طبعا ده رقم صغير جدا، طبعا احنا الكهرباء بتجي لنا بال 200 كيلو وال 300 كيلو في الشهر، فانت يعني 1.5 كيلو في السنه، فطبعا ده رقم قليل جدا يعني، تمام؟ كمان ان الشاحن بتاع الموبايل ده شغال بالدي سي كارنت. يعني ايه الدي سي كارنت؟ يعني هو مش بياخد ال 220 فولت اللي من الفيشه دول بياخدهم يحطهم لك في الموبايل، لا، هو بياخدهم يوطيهم لحد 5 فولت، وفي موبايلات بتبقى 12 فولت، وبعد كده يبدا ان هو يبعتهم على التليفون، لان بطاريات التليفون ما بتقدرش تستحمل ال 220. فاحنا هقول لكم قاعده عامه تقدر تعرف بيها في اخر الفيديو ايه الاجهزه اللي عندك بتستهلك كهرباء كتير جدا، وازاي تقدر ان انت تظبط استهلاكها. طيب ده كان اول حاجه، شاحن الموبايل. شفنا دلوقتي ان شاحن الموبايل مش بيستهلك كهرباء، هو في وضع الستاند باي طول ما مش محطوط فيه تليفون، وحتى لو محطوط فيه تليفون مش بيستهلك الكم الضخم ده. يعني احنا بنقول لك ان هو ادخن شاحن في الكوكب 30 واط، يعني انت لو هتشحن مثلا تليفونك 30 واط ده بيشحن البطاريه تقريبا في نص ساعه، يعني فانت لو هتشحن تليفونك مرتين في اليوم نص ساعه، يبقى انت بتستهلك مثلا 60 واط، رقم صغير جدا يعني. طيب تاني حاجه كاتبين ان هو الريسيفر، بيقول لك ان الريسيفر بيستهلك كميه من الكهرباء، تمام، كبيره جدا على مدار الشهر. هل الريسيفر فعلا بيسحب كهرباء؟
هرد واقول لك ان الريسيفر بتاعك لو شغال ديجيتال، ومعظم الريسيفرات اللي موجوده عندنا شغاله ديجيتال عشان تعرف اتش دي، مش بيستهلك برضو القدر الكبير جدا من الكهرباء اللي هو يخلي الفاتوره تجي لك 500 جنيه في الشهر، ولا في ناس بيجي لها 1000 و2000. لا طبعا، لان زي ما احنا قلنا ان الاجهزه اللي بتشتغل بالتيار المستمر او الدي سي كارنت، دي اجهزه مش بتسحب الكهرباء بالكم الضخم اللي شركه الكهرباء بتقول لك ان هو بيزود بيه فاتورتك ده. تمام. طيب ايه بقى اللي بيسحب كهرباء؟ اللي بيسحب كهرباء الشاشات اللي من نوع السي ار تي، شاشات البومبي بتاعت زمان اللي هي بتبقى شبه القله دي. تمام. الشاشات دي بتسحب كهرباء، وانا هقول لكم برده القاعده العامه اللي احنا بنحسب بيها الموضوع ده. وطبعا شركه الكهرباء بتقول لك برده طول ما انت سايب الشاشه والريسيفر في وضع الاستعداد، يعني قافلهم بالريموت وسايبهم منورين كده اللي هم مستنيين اول ما تدوس على زرار الريموت يفتحوا، ده بيستهلك كهرباء. هو بيستهلك كهرباء، بس بيستهلك كهرباء ضئيله جدا 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 جدا، لا تقارن يعني باستهلاك الكهرباء بتاع جهاز زي السخان ولا الثلاجه، فما فيش مقارنه اساسا. تمام. فده مش ده اللي يرفع عندك الفاتوره بتاعت الكهرباء. طيب الكلام ده ساري على الريسيفرات السمارت والشاشات السمارت، لان الشاشات السمارت والريسيفرات السمارت دي اجهزه بتشتغل بالدي سي فولت، مش بتشتغل بال 220. طيب تالت حاجه بقى، ودي اللي غريبه جدا ودي اللي جننتني عشان مكتوب في الخبر ايه بقى، بيقول لك تالت حاجه هو راوتر النت. بيقول لك يستهلك الراوتر كهرباء بسبب وجود اكثر من 4 لمبات اشاره الشبكه تعمل بشكل مستمر. طبعا انت اكيد مش مصدق الكلام اللي بقوله، لو انت شخص متخصص هحط لك اللينك بتاع الخبر في الديسكربشن. بيقول لك ان ال4 لمبات اللي عمالين بيطفوا وينوروا دول هم دول اللي بيستهلكوا كهرباء. ال4 لمبات الموجودين في اي راوتر في خلقه ربنا، من ساعه ما اخترعوا الانترنت، دول لمبات ليد. اللمبات الليد دي، انت اللمبه الليد دي ممكن تشغلها على حجر بطاريه 3 فولت من اللي احنا بنشتريه لعب الاطفال، تقعد يومين شغاله. فانت اللمبه الليد دي ما بتستهلكش كهرباء اساسا. تمام. وللاسف الشديد هو اختار جهاز يعني استهلاكه للكهرباء قليل جدا. الشاحن او الادابتور بتاع الراوتر ده 12 فولت 2 امبير، ده اكبر شاحن كمان للراوترات، ما بيعملش يعني مش استهلاك اساسا، لا يحسب ان هو استهلاك. وهو اساسا بيستخدم برضه تيار مستمر زي ما احنا بنقول، اي حاجه ما بتاخدش ال 220 على طول من الفيشه، يعني بيبقى ليها ادابتور من الاخر. وطبعا في اجهزه ما بقاش فيها ادابتور واضح، يعني انت مثلا الشاشه بتاعت التلفزيون او الريسيفر ملوش ادابتور، في اجهزه ما لهاش ادابتور، بتبقى انت بتحط الفيشه في الكهرباء، بس هي بيبقى جواها حاجه بتحول ال 220 اللي انت خدتها من الفيشه لايه؟ لرقم ل 12 فولت، او في حاجات 20 فولت زي الكمبيوتر وكده. فده دي سي فولت برضو مش بيسحب ال 220 عشان نقول ان الراوتر بيستهلك كهرباء، لا الراوتر مش بيستهلك الكهرباء اللي انتوا بتتكلموا فيها دي خالص. يعني مش الراوتر، يعني لو انت سبت الراوتر شغال طول الشهر مش هي يعني مش هيجي يعني مش هقول لك مش هيجي 1% استهلاك من الثلاجه مثلا ولا من السخان. وجه الوقت ان انا افهمكم القاعده العامه بتاع حساب الكهرباء. تمام. انت دلوقتي اي جهاز بياخد ال 220 فولت مباشره يستخدمه، تمام، يبقى ده جهاز بيسحب كهرباء بشكل ضخم. تمام. طب هتقول لي الاجهزه دي بنعرفها منين؟ اقول لك الاجهزه دي هي عباره عن السخان، الثلاجه، الكاتل اللي احنا بنسخن فيه الميه اللي هي الغلايه الكهربائيه، لان هي بتاخد ايه؟ بتاخد ال 220 فولت دول تمشيهم في ملف يسخن بيه الميه. هو بيسخن الماء عن طريق ان هو بيمشي ال 220 فولت دول كلهم في ملف، فبينتج عنه حراره فبيبدا يسخن الميه. اي جهاز بينتج عنده حراره، بينتج عنه اضاءه شديده جدا، بيستخدم تكنولوجيات قديمه، بياخد بحيث ان هو يستخدم الالترنيتنج كارنت او الاي سي كارنت، ده جهاز بيبقى قاتل للسخان زي ما احنا قلنا. تمام. دي الاجهزه فعلا اللي انت تبدا تقل على استهلاكك منها. في الراوتر هو ملناش علاقه بيه خالص. تمام. لان ولا لا، ولو سبت الراوتر شغال وانت نايم مش هيجرى له اي حاجه غير ان هو يسخن، بس ان هو انت سايبه في الكهرباء بيسخن، لكن ما بيستهلكش الكهرباء الضخمه اللي هم بيتكلموا فيها دي يعني. طيب بيقول لك رابع حاجه، فيش الاجهزه الكهربائيه المغلقه. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، اي فيشه حاططها انت في اي فيشه جهاز، حتى لو جهاز بياخد الترنيتنج كارنت مش هتاثر، برده مش هتاثر في حاجه. تمام. انت لو حاطط فيشه الكاتل في الكهرباء ومش مشغل الكاتل مش هيستهلك الكهرباء. ده بالعكس بقى في الاي سي كارنت مفيش حاجه اساسا تفضل تحافظ على مقاومه الاي سي كارنت جواها فتسخن، لا هو مش هيشتغل. انت في الغالب بتلاقي دايره اي حاجه فيها اي سي كارنت بتلاقي فيه سويتش
بيقفل الدايره خالص، يعني طول ما انت مش مشغله بيقفلها خالص، فهي ما بتسحبش كهرباء، فمش مش هتسخن اساسا. تمام. طيب طيب ده ملخص الكلام بتاعهم هم اللي هم قالوه، ده تعليق يعني. طيب الكلام بتاعنا بقى احنا ايه عشان نبقى احنا فاهمين؟ تمام. زي ما احنا قلنا ان في قاعده عامه بنحسب بيها استهلاكنا، اي جهاز بياخد 220 فولت مباشره بيحولها لحراره، بيحولها لاضاءه شديده، بيحولها لايه تاني يا ربي؟ مواتير. دي الاجهزه اللي بتسحب 220 فولت وبتسحب كهرباء عاليه جدا، فدي اللي تبدا تحجم استخدامك فيها. الثلاجه، السخان، الدفايه، لان الدفايه بتاخد 220 تحولهم لك لطاقه حراريه عشان تقدر تدفى. موتور الميه، موتور الميه بيسحب كهرباء عاليه جدا. الغساله ليه؟ لان جواها موتور بيشتغل ب 220 فولت، ما ينفعش تشتغل بدي سي كارنت. تمام. طيب السشوار، السشوار المعفن ده اللي انت بتنشف بيه شعرك دون، بيطلع فيه فيه اجهزه انواع بتطلع من 1500 واط ل 2000 واط، ده رقم ضخم جدا. طب هتقولي ده هو بيعمل بيه؟ هقول لك لو انت بصيت جوه السشوار، بس طبعا بعيده عن وشك عشان ما يلسعكش، هتلاقي فيه ملفات بتسخن كده لونها حتى بيحمر وانت تحطه في الفيشه. ده عشان هو بياخد ال 220 فولت يبدا يتعامل يمشيهم في الملف ده، وفي الملف ده يسخن يطلع حراره. فدي الاجهزه اللي انت تبدا فعلا تاخد بالك منها عشان دي اللي بتستهلك كهرباء عليه. تمام. طيب نصيحه اخويه برضو بالنسبه للسخانات، في ناس عندها سخانات كهرباء زي حالاتي كده، بلاقيهم حاطين الفيشه في الكهرباء 24 ساعه. هو السخان، السخان طبعا هو السخان في دايره اوتوماتيك بتخليه ان هو اول ما اول ما تسخن لمستوى عالي جدا هو خلاص بقى مقتنع ان المستوى ده اعلى مستوى ممكن يقدر يوصل له، بيفصل اوتوماتيك. بس لو الميه نزلت درجه حرارتها عن المستوى ده بيبدا يسخن تاني، وانا السخان ده يعني بيستهلك كهرباء كتير جدا، فانت شيله من الفيشه طول او اعمل له زرار اوتوماتيك كده. تمام. ان هو اول ما يخلص انت يعني خلاص سخن الميه اطفي. تمام. لحد ما تبدا الميه تدفى خالص، انت فعلا مش قادر تستحملها، تبدا تعمل لها ايه؟ تبدا تشغل السخان ده. لكن مفيش داعي ان انت تفضل حاطط فيشه السخان 24 ساعه في الكهرباء، لان ده مش صح، ولا العمر الافتراضي للسخان ولا للكهرباء، لان السخانات الكهرباء معروف جدا ان هي بتسحب كهرباء كتير قوي. طيب زي ما احنا قلنا قاعده عامه ثانيه، اي جهاز ما بتستخدموش شيله من الفيشه احسن لك. ليه؟ لان الاجهزه زي ما قلنا، الاجهزه اللي بتشتغل على الدي سي كارنت طول ما انت حاططها في الفيشه بتبدا يبقى في مقاومه، فيبدا الجهاز يسخن. طبعا الحراره بتاثر بالسلب على الاجهزه الالكترونيه، لان هي بتسبب تلف بطيء للاجهزه الالكترونيه. يعني اتمنى ان انا اكون ما طولتش قوي عليكم في الفيديو، الفيديو قدامي عامل 12 دقيقه، فيعني بس حاولت ان انا افهمكم الدنيا، لان طبعا في لغط كتير جدا وفي ناس عماله تفتي كتير جدا، فانا قلت انا اطلع بقى ايه افهمكم الدنيا حسب يعني حسب الكلام ده كلام علمي يعني. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده، وباذن الله لحد ما اشوفكم فيديو جديد. ما تنسوش الكومنتات، ان انتوا تكتبوا كومنتات وتشاروا الفيديو ده مع اصحابكم عشان يفهموا القصه بتاعت الكهرباء دي، ان الناس بتعاني من مشاكل الكهرباء. تمام. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.